السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال اليوم في قناة الشروق داروا مستر أبي المعروف باللي بالحصة دياله في التحقيق هذه. اليوم كان استضاف حسين جناد اللي تكلم على أمور كثيرة وكثيرة جدا، لكن في الأخير مستر أبي خسر. نقول لكم علاش خسر، لأنه ما قدر يلحق حتى الإجابة من عند حسين جناد، ولا حاجة داها من عند حسين جناد. وفي الأخير مستر أبي شاهدوا كيف خرج من البلاطو. هذه هي، لكن كان حديث شيق وعرفنا شوية حوايج من حسين جناد خفاف 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 على مباراة قصامة الجزائر الكاميرون، كان فيها حكم. اليوم حسين جناد كشف عدة أمور، وتابعوا معنا الفيديو للاخير، ما راحش نقاطعكم، خليت لكم غير الاهم واش تكلموا في الحصه لانها كانت طويله، نحيت الا الاهم والاهم واش تكلموا على جمال بالماضي، وخاصه كل الكلام كان 90% على جمال بالماضي والفريق الوطني. تابعوا معنا الفيديو اللي ما راحش نقاطعكم فيه. هاي راك شايفها؟ انا شايفها. نعم صح، انت الاول اللي حطيتها. نعم. كيفاش قدرت تحط الأولى هذه، وكيفاش طاحت عندك، وكيفاش حبيتها؟ هاي السؤال. سهلة، هذا أمر عادي. أنا بالنسبة لي أمر عادي، يعطوها لي أنا تشيلها. شكون؟ عندك مالا عندك خيوطك تمك. طبعاً طبعاً. هاي في الصورة الثانية. كاين. ولكن أنا الشيء اللي تأسفت له أنه واحد اللي خرج تشكيلة يقولوا عليه خائن. أنا ما كانت عندي في الصفحة تاعي حطيتها تشكيلة، حطيتها 10 ساعات قبل من المقابلة. كاين حاجة. كنت أكيد خرج تشكيلة. يعني راك خرجت سر وطاكتيك تاع المدرب راح يخدموا باش نربحوا كيبا منافسه، يعني شغل انا عطيت لهم اللعب ولا سيكو. لا ابدا. تقول لي انا نظن بان اليو سي سي ما كانش يستنى في حسين جناد يعطي له التشكيله. شكون بيعطيك القرار؟ يعطيه لي دوكا المصادر. المصدر يبقى مصدر. صح. انا اسمح لي ان نقول لك انا خرجت التشكيله. هذه ما عندهاش علاقه. تسمح لي انا خرجت التشكيله نحكي لك على تاع الشرال. لا لا قول لي نعطيك شويه. ها وليدي معاهم. وليدي طبعا وليدي، ولكن وليدي الناس غالطين، قالوا بلي وليدي يخدم في لافيديراسيون هو اللي يعطي له التشكيله. انا وليدي ما يخدمش في الجزائر خلاص. علاش بالماضي فقط اللي قال بلي اللي خرج التشكيله خاين، بالك هذه ربما القطره اللي فيضت الكاس. كان وعلاش ما قالهاش ما قالهاش من قبل؟ إيه؟ تخرج تشكيله علاش ما دراش في مقابلات رسميه؟ تخرج تشكيله علاش ما دراش بالماضي بالضبط هذه المره؟ لانني انا قبل المقابله تاع السنغال كنت تحدثت في حصه تلفزيونيه وقلت بان بالماضي من المفروض خدام في الجزائر يبقى في الجزائر، وعطيت امثله. قلت بان الي لوزيتش في وقته كان قاعد هنا في الجزائر وما يخرج، وعطيت مثال على بالماضي بيخرج. طبعا ما يقعدش بالماضي. في الماضي يجي ستاج ويمشي يروح. وين يروح؟ وما يبقاش يروح، يمشي لقطر. راهو في قطر. بالماضي هذه المره مثلا لعبنا هذه المره مع مصر في الامارات، ما جاش خلاص الجزائر من الامارات مشى راح لقطر. ولكن انا هذا الكلام علاش قلت هذا الكلام؟ لان في وقت الي لوزيتش لما كان مدرب المنتخب الوطني ولا غوركيف ولا اي مدرب اللي كانوا جازوا على المنتخب الوطني ما يخرجوش من الجزائر، باقيين هنا كاريين هنايا وقاعدين هنا يخدموا هنا. صح. ما تقدروش نجيبوا لاعبين مزدوجي الجنسيه ونديروا منتخب من المحليين، يدربوا ولا ما يدربوش؟ اسكو يدرب هذا المنتخب ولا ما يدربوش؟ واذا كان يدرب يرفض يدرب لاعبين، واش يقدر يدرب؟ واش المستوى عنده باش يدرب منتخب اكثر من المنتخب الجزائري؟ ما عندوش مستوى. طبعا ما عندوش مستوى. انا اللي عطاو لي التشكيله ما عطاونيش غير التشكيله، انا لو كان حبيت نهضر على واش راه يصرى في لي فيستيار واش عندي معلومات بالماضي بالك يدوخ، يعني بالك مش عارف. انا ما يصدقش واش عندي معلومات. انا نقول لك باللي بالماضي. تسمح لي بالماضي. انا كان بالماضي ولا شكون كان هنا؟ لا لا انا كان حالي لوزيتش. حالي لوزيتش تفاهم مع حالي لوزيتش. وكان سعدان ثاني. صح صح. ما بين بالماضي وحالي شكون اللي الكورون يجوز عندي؟ لا انا نقول لك انا نتفاهم مع لوزيتش، ما عندي حتى علاقه مع لوزيتش، ولكن هالي لوزيتش بعيد على بالماضي في العمل. كان بالماضي هنا بار اكزومبل، كان بالماضي هنا ما يخليش تركب في الطياره. لا هذه عادية جدا، الطيارة ركب فيها نورمال. دوكا زعما نقولوا بالماضي راهو زعما هذه في وقت بالماضي. زعما تجيبها مع اللي راهم الان يخدموا في الاتحادية طلعوا في الطيارة ولا ما يطلعوش؟ لا لا قول لي ثاني هضر انت. ماشي الاتحادية قادر نطلع قادر ما نطلعش. اطرافي ما يطلعش لانه حتى بعثة التلفزيون الجزائري وما يشترح مع بالماضي. هنا اللي كانوا رايحين. صح
علاش لو كورون ما يجوش بينك وبين بالماضي؟ ابدا ما عندي حتى مشكل مع بالماضي. اما انا كي ما عندكش مشكل على كل يوم تسرب له التكتيك تاعو. واش من تكتيك؟ حطيت تشكيله تقول لي سرب التكتيك. واش قدر تقول لي كذا؟ سي جنات بالماضي ما كانش شكون؟ ما كانش شكون؟ علاش انت خرجت قلت انا؟ انا نقول لك علاش قلت انا؟ انا اللي عطاني التشكيله قبل من المقابله. لما انتهت المقابله في السنغال اتصلوا بيا وقالوا لي باللي بالماضي راه بعد نهايه المقابله دار لهم اجتماع وقال لهم الكلام اللي قالوه في المطار، قالوا لهم في السنغال قبل ما يجي الجزائر، قال لهم كاين واحد بهذه العباره تسمحوا لي، قال لهم كاين واحد خبيث راهو هنا في وسطنا، راهو خرج التشكيله، راهو يمدها لحسين جناد الخائن حسين جناد، وقال لهم هذا اللي راهو يسرب التشكيله، لو كان نعرفه قال لهم ندير عليه بحث ولا جبت اسمه ولا عرفته شكون، قال لهم لو كان نعرفه يجيب لي لاكوب ديمون ما يزيدش يمشي معانا. سجلنا قال لهم كاين الحق للجزائر في المطار استناوني واش راح نقول عليه هذا حسين جناد. اذا انا اللي خرجت التشكيله واش قال بالماضي كان يقصد حسين جناد ما قصدش صح من حقه بالماضي. نعرف اسرار هذه خرجت قبل انا نعرف اسرار ولكن ما حطيتهمش. عندي اسرار كبيره لو كان نجي نهضر على واش نعرف على الفيستير تاع ليكيب ناسيونال انا نقول لك ندوخه. انا علي لوزيت واش حقق للمنتخب؟ خلينا واش حقق داك دوزيام تور كوب دي موند بالماضي جاب كوب دافريك. كوب دافريك ما جابهاش بالماضي. شكون جابها؟ وعلى التشكيله اللي كانت عند بالماضي هو دارها خلوها له لي. والله العظيم غير هنايا غير حرت قال لك جمال بالماضي مش هو اللي جاب كاس افريقيا لكن الي لوزيتش راح دوزيام تور كوب دي موند. شكون اللي خير؟ انا جو بونس كاس افريقيا خير وجمال بالماضي هو اللي جاب كاس افريقيا حبينا ولا كرهنا لانه قبل جمال بالماضي الي لوزيتش ولا غوركي في واحد مدى كوب دافريك ولا لي كانز كاع خرجنا من الدور الاول. تابعوا معنا وزاد قال حسين جنات. ايه بالماضي جا 7 شهور واش دار؟ من المقابلة تاع كاس افريقيا للامم من المقابلة تاع الكاميرون اليومين هذا عنده عام ونص قدر يبني منتخب. ما يا خلينا نسالك تقول لي على تقرير الماضي قدر يبني منتخب في عام ونص بالماضي بالنسبه لي انا حسين جناد وانا مسؤول على كلامي كي يخطيه سيرج رومانو يعود بالماضي كانها سياره بدون عجلات. وانا ارد هنا على حسين جناد انه قال لك الستاف ديالو كي يخطيه هذا سيرج رومانو يرب بالماضي ما يحبس ما يعرفش كل حتى غوارديولا عنده ستاف ديالو عنده شكون يسقسي وعنده عنده عنده احنا لما كان من رابح ماجر واقف وموراه ايغيل مزيان في كي كان حكم رابح ماجر كنا نقولوا علاش ما يروحش يتشاور مع ايغيل مزيان. اليوم كي جمال بالماضي ولا يتشاور مع ستاف ديالو قال لك باللي لولا ستاف ديالو جمال بالماضي ما كاش. انا ضد هذا الكلام ايضا. زيدوا تابعوا معنا وعدكم حق الرد بكل احترام خاوتنا الكرام. سيرج رومانو مساعد ديالو مساعد المدرب الفرنسي هذاك اللي يكون معاه ديما كيكون في البوندوتوش يكون يكتب ويكون يكتب بالك صاصبي يكون كوبي طياره بصح انا شي بلا راني مسؤول قلت لك على كلامي واللي يعطوني المعلومات راه ما عطوني واش كاين انا بلا الكاتب. مصادره قويه مصادرك مليح عندك مصدر واحد ولا بليزيور؟ انا فلاح الفلاح هذا نورمالمون الصحفيين المختصين هما اللي يجيبوا الاخبار انا كي نروحوا في الاختصاص والصحفي المختص يا سيدي الفلاح يقول لك انت يا بور ناستو مازال ما قاستكش المينا نقول لك على ما قاستكش المينا باسكو انت ولد التراب وغير ولد التراب اللي يعرف وين مغروسه المينا اما لا تكل على الله اعطيني واحد ملي راك تفلح من الكوتي اللي مليح اللي يعطوني اخبارات لا اعطيني واحد. على بالي صح انا على بالي عندك ريزو واعر في الحكام واسمهم لي زاربيت تلقى اصحابك صحابي وربي عالم واش كاين في لي كوليس واش تمشوا واش تحضروا واش كذا معليش هذه حطها لي اكوتي ما نحوسش عليها اعطيني لي اعطيني 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 واحد اللي يعطيني الاخبارات هذوما اعطيني لو مايون فابل ما نقدرش نمد لك انا المصدر تاعي ما نهضرش عليه لا ماشي مصدر ولا اعطيني امام المهم الشرقي ولا من الغربي اسمع الخبر كي نحب نجيبه نجيبه ما لا نقدر نقولوا كاينه فويت عندهم هما صرا لي فويت بر ماشي غير فويت راي باسان بابا ماشي غير فويت اي باسان الحكام اللي قالك نعرفهم كاع ما قدرتش تعاون الجزائر باش تعاونها الجزائر كيفاش تعاونها؟ تعرف كاع الحكام كاين بزاف حكام ضروا الجزائر. هنا حسين جناد انديريكتومون اللي غلط ماشي غلط هنا اعترف انه قاسما كان سما ضد الجزائر
هنا هذه زاد وضحت امور انه قسامه في وقت المباراه بين الجزائر والكاميرون هنا بجاكر ونهزمنا 2-1 في 30 ثانيه الاخيره وكاع واش دار قسامه في الاخطاء من الاخطاء اليوم حسين جناد بين باللي كان قسامه ضد الجزائر لانه ما يقالش العكس تابعوا معنا اش مثلا وضروا المنتخب مثلا اعطيني شكون كاين هاو قسامه ضر المنتخب قسامه ضر المنتخب لانه ربما عنده مشاكل ربما كاين لي كوليس اكبر منه هذه مقابله دوليه مصيريه بس جيب المعلومات هذو شنو هما المشاكل وشنو هما لي كوليس نقدر نعرف هاو شنو هما ما نقدرش نقول لك هذا الشيء اللي كنت راح نقوله بالماضي ما حبش ما حبش نقول لك نقول نحن نقولوا نشوفها بالماضي لا هذاك ملف نسيته انا ما نزيدش نهضر عليه صح لو كان استقبلني بالماضي كنت نعطي له معلومات اللي ما يزيدش يهدر صح ما نقدرش انا نستقبل واحد اللي كيما نقولوا ما بين قوسين يحفر كيما تفلح على ما اظن الاخ حسين جناد كيكون حاجه بخصوص المنتخب وخصوص الرايه الجزائريه حتى وما قبلش بالماضي نبعث له مع الناس اللي تعرفهم انت ويعرفوه نبعث له نقول له بلي عندي امور لازم تسمعها وخطيره قبل مباراه الكاميرون باش ما نطيحوش في الخطا لكن انت لما بالماضي ما حبش يتلاقى بك خليتها ورحت راك تشوف وين وصلنا زيدوا تابعوا معنا واش تكلم حسين جناد ومستر ابي اللي تقلق شويه بالاخير الله يبارك عندك تشابا قلب الحبه قلب الحبه ايه بالماضي يتوسوس منك يشوفك مناص كيف راح يقابلك انا قلت له راح نعطيك معلومات اللي تفيدك واللي ما تعرفهاش بالك خاف انا نهضروا على المنتخب الوطني مانيش نهضر على حاجه اخرى انا عندي معلومات كنت قادر نعطيها له والمعلومات هذه ما تبقى كورونا رفول بالماضي والهادو تهبل فيهم ماشي نبقى هكا لا 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 هذا سؤال شويه لا سؤال والله غير سؤال تحقيقي فاش راني انا عطيت لك الا ماكش حاب انت تقنع سؤالي ماشي شباب اسمع انني جاوبتك على جمال بالماضي صح يتكلم شويه كي جا وليد صادي ها الشابا تاعو راح تحبس كي جا وليد صادي لا انا قلت لك ما تحبش تحبس انا نقول لك والله ما تحبس علاه والله ما تحبس كي يغلط والله غير نكون معاه ان شاء الله بربي والايام بيننا ومزيد فكرك ان شاء الله ما يغلطش ان شاء الله ما يغلطش احنا نحاولوا نعاونوا في بلاستيك احنا نحاولوا في بلاستيك اسمع احنا نحاولوا نعاونوه باش ما يغلطش لاننا عيب وين وصلنا اليوم الحق جيبوتي وما يشعف انا عندهم ممثلين في الكاف والجزائر ما عندهاش حقيقه ممكن يرجع لك نقول واحد السورير في وجهه اسمع اليوم عندك مدرب تاع منتخب وطني جاب له بما نهضروش على الدبلوم تاعو صانتا مدرب تاع منتخب الجزائر ورا صديقك صديقك عطاك هذه المعلومه وين؟ تاع شهادة التدريب. أنا نقول لك هذه المواضيع عجبنا بما نقولوش ليهم. هو اللي يعطيك المعلومة ولا لا لا لا. صح أكدها لك. أنا نقول لك اسمع. سي جنات أكدها لك. هذا منتخب وطني جزائري. باللي عيطوا له جات صور. هذا هو الوقت باللي هذا منتخب وطني جزائري. منتخب وطني نهضروا على المدرب. نهضروا على المستوى تاع المدرب اللي راه مدرب فيه. سامح لي. منتخب وطني جزائري. أنت طايح عليهم بليفويت. ليفويت. ليفويت. ليفويت كاع راك بارتو. والحكام خلطها بكراكل ودوكا. ولا رب تخلي لا دوك نهضروا على الدبلوم تاع منتخب تاع مدرب تاع منتخب وطني وانت بقى لك شهرين على كوب داخل احنا لا احنا راني شفت دوك انا راني هنا عقبتني من المنبر اسمع هذا يبقى هاكو راه يدور او يمشي او يتمشى لي للدار خرج تشكيله ماشي كيما تهضر على الدبلوم تاع مدرب منتخب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم نتلاقاو في تحقيق واحد اخر ما شاء الله عباك وقتاش او خرج او يدير في الريجيم او خرج عليك شويه ريجيم مور الكان اكو شتو معنا الحديث الشيق اللي دار مع مستر ابي وحسين جناد اللي ما ذكر اي شيء ما عرفنا اي شيء بس ما دينا حتى حاجه جديده سمعنا غير بالماضي 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 وما دينا والو انا نحبس عند حاجه واحده هي خلوا المنتخب الوطني يعمل هذا ما كان وخلونا من بالماضي 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 ناخب وطني 35 مباراة دون انهزام 2018 خمس انهزامات فقط كأس إفريقيا وعاودنا عداد تاع عدم الانهزام عاودنا هرانا من 2018 إلى يوم من 2023 إلى دخول 2024 ما انهزمناش بالماضي عنده كفاءة وعنده دبلوم ويعرف يدرب وما شاء الله عليه وعنده فريق وجاب لاعبين وما شاء الله عليهم وان شاء الله يروحوا لابعد نقطه في كاس افريقيا باش ما نضغطوش عليه شكرا لكم اعطوا رايكم اعطونا رايكم خاوتنا في التعليقات وبكل احترام ماذا بكم خاوتنا الكرام بارك الله فيكم شكرا لكم تابعونا في قناه عبد السبور فعلوا الجرس
سلام.